عندنا أربعة ديال الصياغ ديال العلوة، ماشي نص واحد، عندنا أربعة ديال النصوص، حيث كاينة العلوة الأصلية، الغادي العلوة، أجي نوصيك بعدا، للحق تيسلم، في العلوة لا تتكلم، العلوة ومالها، الصلاح اللي فيها، هز عينك وشوف، العلوة كاع السيوف، إلى آخره، وكيبدأ وكتبدأ بذكر الله وبذكر رسول الله في المفتتح، ثم تبدأ هذه المقدمة، ثم يبدأ ذكر الأولياء الصالحين، كأن الذات الشعرية المتحددة في النص كتطوف على الأولياء ولي ولي، كأنها كتدير زيارة رمزية إلى الأضرحة. يعني مثلا كتبدأ أنت يا أبو جلالي العلامات فيك تتشالي، سيد الحاج تاغي الطلبة فيك تلاغي، سيدي محمد الفكاك مولع والدرداك، سيد محمد الفكاك والطلبة اللي حداك والشرطة اللي حداك، حسب الروايات، سيد الشافي سيد كذا، ثم سيد حجاج وهو قطب أساسي، انت يا سيد حجاج والسفينة ما تعواج، سيد محمد البهلول مول السر المكمول، جوج أقطاب كبار اللي هما سيد محمد البهلول قبيلة البهالة الشرفة البهالة، وفي سيد حجاج فولاد مراح. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء باستضافة الأستاذ حسن نجمي، الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية. الأستاذ حسن نجمي رجل متعدد الانشغالات، مارس الصحافة، مارس العمل السياسي، كان رئيسا لاتحاد كتاب المغرب لولايتين متواليتين، كان من مؤسسي بيت الشعر، صدرت له العديد من المؤلفات. الأستاذ حسن نجمي كان قريب جدا من عبد الرحمن اليوسفي، من محمد نبير الأموي، كما هو في الآن نفسه صديق للعديد من الأدباء والفنانين، من الفنانين الشعبيين، هو صديق لأولاد بن عقيدة، هو صديق لأولاد البعزوي، بصم على المستوى الأكاديمي من خلال أطروحة دكتوراه دولة حول العطاء. أهلا بك سي حسن نجمي في برنامج ليام اليام. شكرا. وهو برنامج ضمن مواد وبرامج اليوم 24. ليام اليام حاضر بقوة في العديد من الأغاني الشعبية، فرائعة الغيوان يا من هباز، عند رويشة، إلى غير ذلك. ماذا يعني لك هاد ليام اليام؟ ماذا تعني لك؟ أول شيء يعني بالنسبة لي بصراحة، يعني من اللي تسمع ليام اليام كنتذكر الفيلم ديال السي أحمد المعنوني، من أهم الأفلام اللي نجتها السينما المغربية، على هاد الأسطورة ديال الهجرة ديال الشبيبة القروية والحلم ديال أنها تمشي للخارج وتعيش لحظة ديال الثراء والترف إلى آخره. وكان فيلم أواخر السبعينات، ربما الثمانينيات، بداية الثمانينيات إن لم تخلني الذاكرة. وطبعا السي احمد كان دار فيلم اخر ايضا عن الحال، فيلم الحال على تجربه ديال الناس الغيوان، هي ان عنده هذا الروح ديال بناء فيلم، يعني عنده بعد روائي وفي نفس الوقت عنده بعد تسجيلي، ونجح الى حد كبير. احنا شفنا ردود الفعل حول فيلم الحال ليام اليام. شنو هي ليام اليام؟ استحضار الذاكره. ليام اليام كتعبير شعبي، يعني كي يركز على مفهوم الزمن بالمعنى ديالو الاجتماعي وبالمعنى ديالو الشعبي. عبارة ديال ليام ليام أو ليام ليام أو كذا ما توجدهاش عند فئات أرستقراطية في المغرب أو فئات برجوازية، لا تسمع مثل هذه العبارة، لأنها عبارة فيها الزمن والاستغراق في الزمن واستعادة الزمن وعلاقة مع الذاكرة
ولكن أيضا تتحس فيها نوع من الجرح أو الإحساس بالألم ضمن في هذه العبارة ديال ليام ليام ليام، يعني الليام التي تتلاحق تتسارع في حياة ديال الفرد وحياة ديال الجماعة، ولكن من تكون ليام آلية فيه نداء ليام ليام، يعني كما لو أن المتحدث أو الذات المتكلمة عندما تقول ليام ليام كأن يعني انعدام ثقة بين المتكلم والزمان، يعني أن الزمان غدار لا يستحق الثقة، ليس جديرا بأن بالصحبة. ولذلك ممكن يقول ليام ليام زعما ليام ليام يبتي مالك يا عوجة في الأغنية الغوانية، مالك يا عوجة لماذا أنت هكذا، لست مستقيمة ولست منقادة لإرادتي ولرغبتي ولطموحي ولأحلامي إلى آخره. نعم. بهذا المعنى. نعم. إذن نبدأ بليام دير بن حمد. نعم. طبعا أنت من مواليد هذه المدينة، وهذه نعم. المدينة كانت حاضرة. نعم. لربما في كتاباتك في مرحلة معينة. نعم. إذن ماذا تقول لنا على أيام بن حمد؟ بن حمد أيامها لم تنتهي منذ بدأت في مارس 1960. ولدت في أسرة متواضعة، الوالد كان شوي رحمه الله، الوالدة كانت خبازة وبائعة خبز، الفران ديالها وكانت بائعة الخبز أيضا، وفي أسرة متعددة الأفراد ما بين الإخوان والأخوات. الوالدة أنجبت 11 ابنا وابنة، أو 11 ولدا وبنت واحدة. نعم. وبنت واحدة؟ لا، 11 فيهم الأبناء وفيهم والبنات. نعم. كان ثلاث بنات، توفوا جوج بنات ما دركتهمش في البداية، وكانوا ثلاثة البنات. العيدية الكبيرة هي الكبيرة، سميت الكبيرة أيضا هي الكبرى، والعيدية وفاطمة. الكبيرة والعيدية توفاهم الله برحمته، والأخت فاطمة مازال الحاجة فاطمة، والإخوان. بن حمد اللي فتحتي عينك عليها؟ بن حمد كانت يعني مركز حضري مطبوع بالطابع القروي، هي مركز أو تجمع سكني اللي ربما له تاريخ ممتد، لكن تاريخ قبلي أكثر منه تاريخ حضري. ومن اللي جات زحفت الجحافل والجيوش الاستعمارية الفرنسية في 1907-1908 وصلت واجتاحت المدينة إلى آخره، بدأت المدينة تتشكل. كانت قصبة موجودة كقصبة إلى آخره، ولكن بدأت تتشكل كمركز حضري في ظل الحماية من 1907 إلى آخره. ولما حليت عيني على مدينة، مدينة جميلة جدا فيها هواء نقي ورائع وفيها ميكرو كليما، لدرجة أن السلطات الاستعمارية الفرنسية شيدت أحد أكبر مستشفى في المغرب، الإضافة دي البن صميم، نفس البناء نفس المعمار نفس المساحة نفس الوظيفة، مستشفى خاص ب داء السل، ساناتوريوم متعدد الطوابق وبناء جميل. للأسف الآن أصبحت البناية مهملة تماما، مهملة كخراب، وكان قبلة للنزلاء المرضى المصابين بداء السل من عديد من مناطق المغرب، خصوصا مناطق المغرب من الشاوية والجنوب ودكالة وإلى آخره. وهذا الميكرو كليما كان مهم جدا في البنية الصحية ديال الساكنة، وأيضا كانت كثيرة المياه. مدينة يمكن نقول إنها كانت مدينة ديال التوت بأنواعه، داخل المدينة نفسها يعني كنتذكر الأزقة كانوا فيها لي بافي، يعني
الطريقة ديال الشوارع الباريزية وعلى اليمين وعلى الشمال، لا في الطريق من بن حمد في اتجاه مدينة السطات ولا في الطريق في اتجاه مدينة الدار البيضاء، دائما كان الشجار ديال الزيتون. ونحن صغار، نذكر نحن صغار غادي للمدرسة أو جي المدرسة كان نقطف أنواع التوت البياض والأسود والأحمر إلى آخره. هناك جانب آخر. نعم. هو هذا البعد الصوفي، كنتكلموا على العلوة. نعم. شنو المقصود بالعلوة؟ شنو هي بن حمد؟ العلوة من ناحية الرمزية هي أولا الاسم يعني ديال الدعابة، الاسم الظريف لمنطقة بن حمد مزار، المنطقة بكاملها. المنطقة بكاملها، وسبق لي عدة مرات شرحت أن العلوة محتم ناحية اللغة، وهي واحد المرتفع من الأرض، ما علا من الأرض، والعلوة هي المرتفع، كأنها تلة صغيرة هكذا تسمى العلوة أو المرتفعات. ولكن من ناحية أخرى العلوة معروفة بأنها مكان إقامة لعدد من الصالحين ومن المتصوفين. هذا ما تتغنى به الأغنية الشعبية. الأغنية ديال العلوة هي فعلا واحد الرحلة صوفية ورمزية عبر الزمان والمكان في هذه المنطقة. طبعا بعض الشياخ وبعض المغنيين الشباب اللي كيغنيوا الأغنية الشعبية ولما كيغنيوا العلوة كيخلطوا، مثلا لما يسمعوا عن شيخ قديم كيقول سيدي بالقاسم كيصحبوا الحديث على سيدي بالقاسم، سيدي يعني على سيدي قاسم بوعسرية في منطقة الغرب، لا علاقة. وأحيانا كنوجد بعض المغنيين الشباب أو مغنيات لما تغنيوا العلوة يدخلوا أولياء صالحين من منطقة ولاد حريز، وغير غير لا علاقة لها بنص العلوة. طبعا انت اشتغلتي على العيطة وهذا. نعم. هذه الأغنية هذه اشمع عندك فكرة على في أي زمان انتجت؟ أنا أرجح أن النص الأصلي لساكن أو أغنية العلوة كيرجع للقرن السابع عشر، أرجح لعدة عناصر موجودة في النص الشعري ديال هذا الساكن هذا. وأيضا مع تطور ديال الأداء وسيرورة الغناء الشعبي في المنطقة إلى آخره، ولات عندنا أربعة ديال الصيغ ديال العلوة، ماشي نص واحد، عندنا أربعة ديال النصوص، حيث كاينة العلوة الأصلية، الغادي العلوة أجي نوصيك بعدا للحق تيسلم، في العلوة لا تتكلم، العلوة ومالها، الصلاح اللي فيها، هز عينك وشوف، العلوة كاع السيوف إلى آخره، وكتبدا بذكر الله وبذكر رسول الله في المفتتاح، ثم تبدا هذه المقدمه، ثم يبدا ذكر الاولياء الصالحين، كان الذات الشعريه المتحدده في النص كتطوف على الاولياء ولي ولي، كانها كدير زياره رمزيه الى الاضرحه. يعني مثلا كتبدا انت يا ابو جلالي العلامات فيك تتشالي، سيد الحاج تاغي الطلبه فيك تلاغي، سيدي محمد الفكاك مولع والدرداك، سيد محمد الفكاك والطلبة اللي حداك والشرطة اللي حداك، حسب الروايات، سيد الشافي سيد كذا، ثم سيد حجاج وهو قطب أساسي، انت يا سيد حجاج والسفينة ما تعواج، سيد محمد البهلول مول السر المكمول، جوج أقطاب كبار اللي هما سيد محمد البهلول قبيلة البهالة الشرفة البهالة، وفي سيدي حجاج في ولاد مراح، وهذا كيتسمى يعني سيدي حجاج كيتسمى طير العلوة، وسيدي محمد البهلول كيتسمى عزري العلوة ويذكر في النص. من بعد كنوجدوا المرحوم قرزز بالخصوص في الثنائي ديال قرزز ومحرش دار واحد الصيغة ديالو ديال العلوة. العلوة من ناحية الموسيقية فيها هذاك النظام اللي تتسمع وفق السلم الموسيقي ديال البياتي، والكلام القديم خدا منه وأضاف إليه أشياء اللي هي من وقائع معاصرة. عيطوا للسي عباس هو يعطينا القياس، القبة تطلع خلاص إلى آخره، ملي كتلحقنا الراس العين بانوا لنا الخزين، قلنا الموسم كاين إلى آخره. هذا ماشي جزء من النص الأصلي ديال العيط، هذه إضافات في النص ديال المرحوم محراش
وقرز. وايضا كنوجدوا فيرسيون اخرى، واحد الصيغه اخرى اللي كان الفها الشيخ المكي صالح المكي الثنائي، هادو من منطقه ولاد بن عريف ناحيه سيد الذهبي الى اخره. وكاينه واحد الصيغه اخرى رابعه تنسب الى صاحب المعطي، وفيها ايضا صيغه فرعيه اللي اداتها المرحومه فاطمه الزحافه بالطريقه ديالها، كتغني مقطع من العلوى وتغني جزء من كلامها هي بحال كداخل اغنيه الزاويه اللي تعرفت بها. الزاويه معنا صاحبي سخاك الزمان عليا في محبتك رسول الله نجيك على كفوف يدنا. طبعا هنا انت كتحيل انها 4 ديال القرون هذه تقريبا على هذا. نعم. وفي تقديرك ما الذي ساعد على صمود هاد الاغنيه هذه او هذا النص هذا؟ اظن ان الصمود ديال الساكن ديال العلوه هو جزء من صمود النص ديال العيطة. الفرع هو جزء من واحد النص كلي اللي هو النوع الموسيقي الغنائي الشعري اللي كنسميه العيطة. وما نحتاجش نعاود نذكر بتاريخ العيطة اللي عندها اكثر من 8 القرون في الامتداد ديالها الزمني وصمودها، ولكنها في نفس الوقت في الطريق تعرضت للعديد من عوامل التعرية. النص العيطة وغناء العيطة تعرض الكثير من التلاف والنسيان، نصوص ضاعت في الزمن كنص شفوي أحياء، لأنه البنية الشفوية هي محدد أساسي لهذا الغناء. وكل الموسيقات التقليدية في المغرب عندما نتحدث عن التعبيرات وأنواع موسيقية أخرى اللي هي شفوية، ملحون مثلا، ملحون طبعا، الملحون اللي حصل حد تم تدوينه. الموسيقى الآلة وهي موسيقى شفوية تعرضت أيضا لعوامل فظيعة جدا، ولكن لحصل حد نتيجة الكنانيش والتأليفات حولها وكذا، ويقضت النخب المغربية التي كانت تفضل الثقافة الأندلسية في المغرب المجتمعية حضرية بالأساس. نعم. إلى آخره، لعبت واحد دور. العلوة كما قلت هي جزء من هذه العيطة اللي هي غناء قروي بدوي عانات من التراتبيات الثقافية منذ العصر الماريني إلى اليوم تقريبا، وعانات أيضا من الأمية الألفبائية، وعانات من عدم التسجيل والتدوين إلى آخره، وعانت كذلك من انعدام البحث والاهتمام العلمي والجامعي والدراسي، لأنه داخل في إطار واحد المنطق ديال ثقافة مهيمنة تلغي وتقصي وتهمش الأنواع الأخرى. والعيطة أدت الضريبة بهذا المعنى باعتبارها غناء قروي عروبي، أدت واحد الضريبة ديال الإهمال. وأحيانا المقصود ملي نبغي نحلل النسق الثقافي الوطني، كان كثير من أنواع ديال الإقصاء، كانت هناك إرادة ما في المجتمع وفي الدولة عبر تاريخ طويل لإقصاء تعبيرات معينة ولقطع لسان القبيلة. قطع لسان القبيلة يندرج فيه هذا الإهمال الكامل، وحرمان أيضا القبائل من فضاءاتها الطبيعية في إطار التقطيع الترابي. شنو هذه الاعتبارات سياسية؟ الاعتبارات سياسية، الاعتبارات ثقافية، الاعتبارات اجتماعية، الاعتبارات رمزية إلى آخره. والأمر يتعلق بالبدايات ديال الهجرات الأندلسية إلى المغرب، تلك الهجرات العظيمة التي أغنت النسق المجتمعي والاجتماعي والثقافي والفني والإداري والعسكري وإلى آخره، من النخب اللي جات من الأندلس واستوطنت المغرب في عدد بالخصوص من الحواضر الكبرى مثل فاس، مكناس، طنجة، تطوان، سلا، الرباط، مراكش، وجدة إلى آخره، لعبت دور مهم في إعادة بناء الدولة المغربية منذ العهد الماريني، بحيث أغنت النسق ديالنا الاجتماعي والثقافي. عدد ديال المهارات اليدوية، عدد ديال الصناعات اليدوية، عدد من المنتجات، الخبزة المدورة ديال اللي كنعيش اللي كنعرفوها اليوم في المغرب جات من الأندلس، الهدية في العراس، الهدية هي أندلسية، الناعورة اللي أثرت الجانب ديال السقي الزراعي في العالم القروي هي أندلسية،
عدد ديال التعبيرات والاشكال. معنى هذا التنوع طبعا، التنوع مهم جدا، ولكن كان هناك ايضا واحد الرأسمال، كان رأسمال ثقافي لغوي اجتماعي امازيغي، ثم التوافد ديال العنصر العربي في بداية صدر الدولة الموحدية، قبائل بني هلال، قبائل بني سلمة اللي جاوا استوطنوا إلى آخره. فإذا هذا الغناء أو هذه الموسيقى كان ينظر إليها من فوق، لأن النموذج الذي تبنته الدولة رسميا ناحية الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية هو النموذج ديال عدوة الأندلس، وأصبح هو النموذج الذي يمثل إرادة الفئات الحاكمة في المغرب. ولا بغيتي تغني مزيان خص تغني بحال هادوك، ولا بغيتي تلبس مزيان باش تغني العيطة خص تلبس بحال هادوك اللباس، بغيتي دير عرس خصك دير العرس بحال ديال هادوك الناس، بغيتي دير شي طبخ نفس الشيء. ولا واحد النموذج منتصر في لي غوسيت، يعني في الوصفات ديال الطبخ، في النسيج، في اللباس، في الاحتفال، في أشكال ديال الفرجة إلى آخره، بلا ما نتكلموا على الجانب السياسي والجانب العسكري والإداري إلى آخره. نعم. شكرا جزيلا الأستاذ حسن نجمي، الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية، ويتوصل حوارنا معك في حلقة قادمة.